دكتور أحمد حسنين نقيب أطباء الجيزة ومستشار وزير الصحة سابقا. مساء الخير يا دكتور. أهلا مساء النور، أهلا بحضرتك. عفوا معلش دكتور أحمد، عايز أسأل حضرتك، يعني 23 دولة بدأنا نقفل إحنا مع كندا مثلا لتفشي هناك أوميكرون، دول إفريقية الدنيا ملخبطة شوية، 8 دول أرقام مش حلوة، يعني مدى خطورة هذا المتحور وقدرته على أنه يقفل لنا الحدود مرة تانية ويعطل الاقتصاد، يعني صحيا ممكن يكون مؤثر لدرجة إيه؟ أهلا بحضرتك وأهلا بقناتكم الجميلة القريبة من قلبي كثيرا. ربنا يخليك يا فندم. حواراتكم الجميلة ومدخلاتكم الجميلة. بالنسبة للأوميكرون، هو نوع من أنواع الكورونا. أي ما ينطبق على الكورونا ينطبق على الأوميكرون، ولكن هو متحور جديد بياخد شكل جديد منها، لأن هو بيحاول يحور نفسه ضد أي تطعيمات حصلت في الفترة الأخيرة. لابد من أن احنا نلتزم بالاحتياطات الاحترازية الأساسية اللي احنا اتعودنا عليها. هل يا دكتور يعني ليه أعراض مختلفة؟ وطبعا هو نوع من أنواع الذكاء بتاع الفيروس أنه هو بيحاول يقاوم، لكن حتى الآن الكل بيقول أن اللقاحات فاعلة، لكن هل ليه أعراض مختلفة؟ هل نقدر نرصد من غير تحليل أن ده أوميكرون مش حاجة تانية؟ لا خالص، لو هي كل ميكروبات الانفلونزا وخاصه ميكروبات كورونا لها مواصفات متشابهه، ولكن هي بتختلف من حال وجودهم عمليا، ولكن معظم الاعراض والشكوى بتاع المريض بتبقى متشابهه. ولكن اكثر حاجه بيأثر فيها ان هو بيبقى فيه سعال خفيف، بيبقى فيه الم في المفاصل شويه، والم في العظام، والم في العضلات. طيب اخيرا يا دكتور، يعني تفاؤل حضرتك واصل لغايه فين بشان السيطره على هذا المتحور، وما يمكن أن تنتجه لنا متحورات جديدة؟ يعني إن شاء الله هيتم السيطرة عليه زي ما تم السيطرة على السلالات السابقة بإذن الله، دلتا بلس وغيره. بس في شرط لازم إحنا أولا في مصر نتكلم، إن إحنا لازم كلنا ناخد المصل في وقته، ناخد جرعتين من نوع، والنوع اللي هو بجرعة واحدة ناخدها، نلتزم بالاحتياطات الاحترازية اللي احنا كلنا بنقول عليها وبالنادي يا جماعة خلي بالكو خلي بالكو عشان خاطر ما نتأثرش كشعب. ونشكر الحكومة ان هي ساعدت على الكلام ده ووفرت اللقاحات، وفي نفس الوقت بدأت تقفل مع البلاد اللي ظهر عندها الحالات الجديدة دي. كلها احتياطات بتعملها الدولة لصالح المواطنين، لازم احنا كمواطنين نساعد الدولة على تحقيق المراد، لان الدولة مسؤوليتها حماية الشعب. واحنا اخيرا يا دكتور، يعني اسهل شيء هو ما بدأنا به، غسل الايدين بالماء والصابون، والوجود في اماكن مفتوحة، الاكل الصحي، يعني اللي هو حاجات عظيمة للصحة العامة سواء في كوفيد او مفيش، يعني فايوة الحاجات اللي هي اساسي اللي احنا المفروض نعملها. طب بقول لك يا دكتور معلش، اخر حاجه عايز اسال سعادتك فيها، بعض الناس اشتكوا من ان هم قدموا في السيستم بتاع التلقيح وبعدين ما قدروش يروحوا لاسباب حالات وفاه وحاجات صعبه، ومش عارفين بقى يعملوا ايه، قدموا تاني يروحوا على طول يعملوا ايه؟ يا فندم، وزاره الصحه اعلنت ان هي من حق اي واحد طالما سجل ال 20 رقم بتوعه يروح اقرب مكان للتطعيم ويطعم فيه. ده لغايه دلوقتي بقت حملات بتبقى موجوده في المترو وفي المحطات، تمام، انها تطعم الناس، ما بقناش ملتزمين قوي ان انت لازم تروح ولازم تبعت، سواء بقى ما جالوش ميعاد او جاله وفات عليه او اي حاجه من ديت، يعني لا يروح وزاره الصحه موفره الاماكن كلها، تمام، بس يكون مسجل على السيستم. بشكرك يا فندم جدا جدا دكتور أحمد حسنين نقيب أطباء الجيزة ومستشار وزير الصحة سابقا.